خدمة الجي دي ام مهمة جدا في الأردن، لأن الأردن بتواجه أهم التحديات اللي بتواجهها بسوق العمل مشاركة المرأة اقتصاديا. تعتبر نسبة مشاركة المرأة في الأردن تقريبا أقل من 15% من قوة العمل. هاي نسبة متدنية جدا مقارنة بالدول الثانية في العالم، بس بنفس الوقت هي بتشكل فرصة كتير ذهبية للأردن إنه ممكن تستغلها لتدعم النمو الاقتصادي تبعها وتدعم موضوع خلق الوظائف وخلق القيمة المضافة للاقتصاد. كنا متحمسين لهيك تجربة جديدة لحتى نعزز الوعي لدى الموظفين الموجودين عندنا بالشركة في إدارة التنوع الاجتماعي بقضايا الاجتماعية المتنوعة. هذا الإشي بيساعد شركتنا على أنه يصير في احترام وقبول أكثر بين الموظفين ويحسوا بالأمان في بيئة العمل تبعتنا. بالإضافة إلى أنه العمل مع مؤسسات دولية، وإحنا هدفنا دائما تطوير سياساتنا الداخلية لاستقطاب عدد الكفاءة الأعلى من الموظفين. هلأ بلشت التجربة أصلاً بتقييم أولي لشركتنا وللإجراءات والاستراتيجيات اللي إحنا بنتبعها هون بالشركة، وبناء على هاي الاستراتيجيات المتبعة عندنا بالشركة أعطونا توصيات لحتى نقدر نحسن من جودة العمل عندنا، وبنفذنا هاي التوصيات كاملة، وهذا الشيء انعكس إيجابي على الشغل طبعاً. تم تنفيذ 3 سياسات، هم سياسة معنى التحرش الجنسي، سياسة التظلم الإداري، وسياسة قواعد السلوك التنظيمي. تم إعطائهم دوريات تدريبية لحتى يكونوا واعيين بالشيء اللي إحنا عم بنقوم فيه بالشركة ويساعدهم على العمل بهاي الإجراءات والسياسات. إحنا أخذناها بشكل إيجابي على موظفينا بحيث إنه صار عندهم شعور أكثر بالأمان والقبول للطرف الآخر، وهذا الإشي زاد الاحترام بين بعضهم وانعكس بشكل إيجابي على جودة العمل عندنا وزادت إنتاجية العمل. احنا من الشغلات الايجابيه اللي شفناها بتنفيذ المشروع هذا، شفنا قديش شركات القطاع الخاص مهتمه بالخدمات هاي. فاحنا كجزء من البرنامج مع التعاون الالماني عم بنبني البزنس كيس اللي تخلينا نقدر نكمل بهاي الخدمات للامام بغض النظر عن التمويل جاي من المؤسسات الدوليه، وحيكون توفير هاي الخدمات باسعار تفضيليه للشركات الخاصه اللي تقدر تستفيد منها وتقدر إنها تستخدمها وتأخذ المنفعة المفروضة منها.